السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الموهبة المغربية بلال خنوس، 20 مليون يورو من اياكس لضم الموهبة المغربية بلال خنوس. لي عرفتو كيفاش؟ شوف واحد الخطره واحد اليامات كنت نهضر لكم، قلت لكم كاين لعابه جزائريين في اوروبا، على كيما واحد النهار اللي كنت نقول له اعطيه، كنت نقول لهذا المدرب تاعكم كنت نقول له اعطيه يد العون على كيسموه بن طالب، مي كان في شارك، كان يخلص في شارك، كان معاه يلعب هذاك للتبليسه تاع المغرب، للتبليسه كان يلعب مع مارسي ميليو تيرا، يا ودي راح لي اسمه تبليسه، كان يلعب معاه. قلت له يا سي لونترين اعطي يد العون للاعب بن طالب غير قد ما يظهر. صح، شوف اليوم كيفاش بن طالب كيف راه متابع، خاطش على كي تلعب في بلادك تبان. هذا خنوس، هذا بلال، يعني موهبه كبيره، باش المليون تشوف انت مدرسه تاع اياكس تعطي 20 مليون يورو من اجل ضم هذا الموهبه المغربيه، ماشي سهلة. وكشفت مصادر خاصة أن إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي وين دخلت يعني في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نادي جيناك البلجيكي بخصوص المغربي بلال خنوس، أصغر لاعب في صفوف المنتخب المغربي 18 سنة الذي شارك في مونديال قطر 2022. خبرة كبيرة غادي تكون عنده هذا اللاعب. اي كي راني نهضر كيما هكا مانيش نستهزأ منتخب وطني الجزائر، نهضر كيما يقول لك حنا هذو مغاربة الله يعطيهم خير على خير، والله الله يعطيهم خير على خير، خاطش هذا يخدموا منتخب بلادهم، يعني يبغوا يعلوا الراية تاعهم. حنا الراية الوطنية ولاو ناس راكبين فوقها ولاو يخدموا مصالح تاعهم. حنا راية وطنية الناس ولات راكبة فوقها، بصح كاين اللي يبغي يطلع الراية الوطنية تاع بلاده. أنا هذيك أنا نفرح، أنا الخدام نفرح له، الخدام الله يعطيه الصحة. غير مثال غادي نهضر لكم من بعد ندير عليه فيديو مطول على لعاب أناحي، لعاب أناحي اللي راه يقرا على دكتورة تاع الطب الرياضي، واللي غادي يفتح أكاديمية كبيرة، راه يقرا الناس هنا يجي لهنا يحلك سيفيرات، يحلك بيتزا، يحلك من ما كاش كاع. شوف الناس كيفاه قاري، راه قريب يتحصل على دكتوراه تاع الطب الرياضي، على الدبلوم طبيب الطب الرياضي، وبيحل أكاديمية كبيرة في المغرب. نور الدين المرابط بيحل أكاديمية في بلاده، تسهيلات كيفاش دايرين الناس. يعني من بعد غادي ندير عليهم حصة كبيرة، راني نلم عليهم بعد ندير عليهم حصة كبيرة. باش بالك لعابة، أنا نعرف كاين لعابة في ألجي يقولي والله لا يحلك، نتا لعاب تروح تبيع لامبات يديلك تاع التريسيتي، باش يدخلوا في لي بروجي وحد اخرين. حل اكاديميه، دي نتوما 5 لعابه ولا 4 ولا لعابه في رحبه، حلوا اكاديميه كبيره، حلوا اكاديميه وخدموا. تا لا يدير لك بروجي يديلك تاع يبيع لامبات ويبيع تصوير الخيطه تاع التريسيتي، شتا هي لا من بعد باش يدخل في لي بروجي تاع الوانب ويدخل منه ويدخل. هذه هي، واسمحوا لي نعاودوا نولوا نتكلموا. وكشفت مصادر خاصة أن إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي دخلت في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نادي جيناك البلجيكي بخصوص المغربي بلال خنوس، أصغر لاعب في صفوف المنتخب المغربي 18 سنة والذي شارك في مونديال قطر 2022. وأكدت مصادرنا أن إدارة الفريقين الهولندي والبلجيكي اتفقا على مبلغ 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب إلى أياكس، إذ ما زالت المفاوضات مستمرة
بنود العقد سواء المتعلقة منها بنادي البلجيكي أو باللعاب المغربي، يعني فيما يتعلق براتبه السنوي وحصته من قيمة الصفقة، فضل عن رغبة جيناك في وضع بند للاستفادة من نسبة مئوية من قيمته أي صفقة مستقبلية لانتقال لعاب من أياكس إلى نادي آخر. وعبر خنوز عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مسار الاحترافي والالتحاق بأياكس أمستردام، نادي السابق لقدوته حكيم زياش مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومواطنه ناصري يعني مزراوي اللاعب بايرن ميونخ الألماني، إذ يشكل نادي هولندي يعني بنسبة آلية للبوابة التي ستفتح له الآفاق للانتقال إلى نادي كبير في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وشكل خنوس صيف الماضي مادة رئيسية في وسائل الإعلام البلجيكية بعد رفضه دعوة المنتخب البلجيكي واختياره الانضمام للمنتخب المغرب، حيث قال الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق للمنتخب الشياطين الحمر في تصريحاته الإعلامية أن بلجيكا فقد أفضل موهبة في العقد الحالي. ولعب خنوس شوط أول رفقة المنتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال قطر أمام كرواتيا، وقدم خلالها مستوى جيد ولقي إعجاب الجماهير المغربية الذين يرون فيه مستقبل وسط ميدان الأسود الأطلس. الناس تخدم حنايا احنا تتلحق 30 عام تتلحق 30 عام تاع الناس هي تحضر هذا وين جيب اللعاب اعطيهم فرصه اعطيهم هذا راجي من جيناك بلجيكي انت عندك لعابه واحد يلعب في الالمان كابيتان ديكيب ايفان تروا ما تروحوش تتصلوا به ماشي عيب عليكم. وجزائري تياتي هو مسقم هذاك كابيتان ديكيب ولا تتصلوا باللعاب أو اتصلوا باللعابة ربطوا معهم العائلة تاعهم ما والو كان شي مقيمينهم. وبعد يقول لك اللعاب الفلاني رام يشوفوا في بنزيما كيصرا له أو اللعابة هنا رام يشوفوا في بالرحمة يلعب في واستهام وواحد كان يلعب في قطر يلعب في تيلا كيف السكتو مشي باغي نهدر أنا مشي باغي نهدر بزاف على بالكم والله ما باغي نهضر بزاف يا ليق راكم يا جماعه لازم نقراو حساباتنا ما نبقاوش حنايا نبقاو نلعبوا هذيك اللعبه تاع خليني هذه هي لازم نقراو حساباتنا. عرفتوا الناس هي تخدم لازم لعاب يلعب في اياس رايح الاياكس من الاياكس على بالك مدرسة يعني اياكس على بالك بلي خزان تاع اوروبا خزان تاع انجليز اياكس خزان تاع انجليز لي زونغلي قصرية البطولة الانجليزية اياكس يعني خزان مدرسة يعني اللي كاع يخرجوا منها يروحوا للانجليز ويروحوا هو رايح 18 عام يضرب عامين تيما في ايكيب كبيرة والنجاحات ما يجوش غير هاك نجاحات يجو يعني بالعمل تخدم خويا تنال انا هذه حاجه اللي نعرفها انا على وليت نقول لكم مغاربه خدموا نالوا خدموا سكتوا خدموا طاف نار طاف اضحك يقول لك اضحك عليا اقعد تضحك خدموا جبد الافا وين راحوا دومي فينال خويا طلع لك البارام ضربك في العلالي روح تربح قال لك هذه يعني يضربك ان شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب ان شاء الله انا عرفت ليك عاودت وليتو لازم العمل خويا لازم خدمه ولازم ما نردوش باغي نزيدو نطلعو ما نردوش ليك ما كاش رقاد ليك الخدمة يعني من التالي خويا
من الخدمه برك والقدام برك والو كاع ما تشوفش موراك خاطر الوقت ما يسامحش. هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا وربي يحفظكم خالتي صحيتكم.